Say yes to the dress. صبايا بلش موسم الأعراس، إن شاء الله كل الصبايا اللي عم يتحضروا هلأ للعرس أو المغرومين واللي حابين يتزوجوا، يا رب إن شاء الله عن قريب نفرح فيكم. اليوم الفيديو لكم، اليوم هعلمك بالفيديو شو هي طريقة اختيار الفستان الزفاف الصحيح، لأنه صبايا بهذا اليوم ممنوع الغلط. بالأيام العادية أكيد فينا نلبس إشياء ما بتناسب شكل جسمنا، بس بهذا اليوم لازم تعرفي إنه الفوكس كله بيكون عليكي، لهيك إنه نختار فستان الزفاف المناسب. بالإضافة رح نعمل شوي هيك جولة سريعة على شو هي موضة 2023 لفساتين الزفاف، وهل ضروري فعلا السيدة تختار فستان الزفاف من الترند أو من آخر موضة السنة. وبآخر الحلقة هحكي على اتيكيت حضور حفل الزفاف، يعني إذا أنت منك عم تتحضري للعرس بس رايحة تحضري عرس، شو هو الاتيكيت وشو هي الألوان اللي لازم نبتعد عنها. أول نوع اللي بيناسب جميع أجسام السيدات هو الـ A-line. مثل ما عم نشوف الـ A-line بيناسب جميع الأجسام شو ما كان شكل جسمك، لأنه شكل الفستان هو نازل مثل حرف الـ A بالإنجليش، بيخفي منطقة البطن، بيخفي عيوب الأرداف إذا كان عندك أرداف كبيرة، إذا ما كان الخصر محدد ما كتير بيبين، وبالتالي بيعطي تناسق بشكل طبيعي. النوع الثاني من فساتين الأعراس هو اللي بنقله الـ Ball Gown، يعني مثل ما كان شايفين اللي كتير عريض هيك كبير وفلاوي. هيدا النوع من الفساتين بيناسب كتير السيدات الأصحاب البير شيب أو حتى الانفيرتد تريانجل، يعني المعكوس، مثلث المعكوس. كمان هو في نوعين بيشبهوا بعض كتير وصبايا كتير بيخربطوا بيناتهم، هو الميرميد والترومبت. مثل ما عم نشوف الميرميد والترومبت بالشكل كتير بيشبهوا بعض، في اختلاف كتير بسيط صبايا، انه هو الميرميد بيجي كتير ضيق على منطقة الأفخاد وبينزل ضيق لمنطقة الركبة وبعدين بينزل فلير، يعني بتعرض المنطقة. أما الترومبت بيجي ضيق على منطقة الأفخاد ومن منطقة الأفخاد ببلش يعرض، يعني هذا هو الوحيد الفرق بين هدول الفستانين. هلأ مين هن السيدات اللي كتير بيلبقلن هيدا الفستان؟ هن سيدات أصحاب الأور جلاس، يعني الساعة الرملية، هن السيدات اللي عندهم توازن بين الجزء العلوي والسفلي، كتير بيطلع حلو لأنه بيحدد لهم منطقة الأرداف وبيعطي هيك الساعة الرملية. النوع الثالث من الدريسز هو اللي بنقله الامباير دريس، هيدا بيناسب كتير سيدات اللي عندهم منطقة البطن ممتلئة أو منقلهم الأبل شيب، والسبب صبايا لأنه بيجي خصره مثل ما كنتم شايفين عالي، فما بيعطي هيك تحديد لمنطقة البطن وبيعطي انسيابية للجسم بشكل حلو. كمان نوع تاني من الفساتين الأعراس هو الشيث دريس، مثل ما بتشوفوا على الشاشة هيدا النوع من الدريس كتير بتشوفوا الأجانب يلبسوه، إنه بيفضلوا كتير المينيماليست ومعظم أعراسهم بتكون على البحر وبيحبوا شوي البساطة أكتر مننا نحنا كعرب، فبتلاقيهم بيختاروا هيدا الفستان لأنه بيجي هو بيحدد كل منطقة الجسم بس ما بيكون كتير على منطقة الجسم، يعني بيكون بيعطي شيب بس مش بطريقة ضيقة. وهيدا النوع من الفساتين بيناسب كتير سيدات اللي عندها الجسم الريكتانجل أو منقول المستطيل، يعني بيكون عندها جميع مقاييسها بتشبه بعض، كان الأرداف متساوية للخصر وللأرداف، يعني هو بيكون جسمه قريب على الأور جلاس صبايا بس ما بيكون عندها الخصر محدد. هيدا النوع من الفساتين كتير بيناسبها. هلا نجي على السيدات الممتلئات او متوسطات القامه، واللي دائما بخافوا من هيدا الموضوع صبايا لازم تتبعوا نفس المبدا، يعني انت شو شكل جسمك اتبعي نفس شكل الجسم، هو بس الفرق باختلاف السايز. السيده الممتلئه بيكون شكلها كمان ممكن يكون شكل جسمها الاور جلاس بس بسايز اكبر، فاكيد اتبعي نفس الروز. كمان بالنسبه للسيده المتوسطه القامه كل ما عليك انك ما تلبسي فستان كتير طويل، يعني حتى ما يبين الفستان اكبر منك، وحاولي دائما تتبعي كعب عالي وتتبعي نفس الروز تبع شكل جسمك. هلا حنشوف شو هي موضة 2023 لفساتين الأعراس، وإذا سألتوني خياري الشخصي أنا ما كتير بفضل إنه الصبية تتبع الليتست ترند، لأنه هيدا فستان عرسها، فستان حلمها، سو اختاري الفستان اللي أنت بتحبيه واللي أنت كنت تحلمي فيه، ولا تنسي إنه هدول الصور حتشوفيهم بعد 30-40 سنة، فمش متعلقين بموضة سنة معينة، لهيك اختاري الفستان اللي أنت حاببتيه.
واتيكيت حضور حفل الزفاف. يعني اذا انت سيده مدعوه لحضر حفل زفاف، شو هو الدريس اللي لازم تلبسيه؟ فيكي تلبسي اي لون دريس ما عدا اكيد اللون الابيض. اللون الابيض مش مسموح لك ان انت تروحي على حفل زفاف لابسه لون ابيض الا بحالتين صبايا: اذا كان الفستان منه طويل للارض، يعني كان فستان لعند الركبة أو حتى أقصر، أو حتى الستايل تبعه ما بيوحي إنه هو فستان زفاف، وفي إذا داخله شوي ألوان ممكن يكون مقبول، بس أنا شخصيا ما بفضل. وحتى يعني إذا أنت بتكوني لابسة أبيض رح تلاحظي إنه كل المدعوين عم يطلعوا فيكي، لهيك بليز ابتعدي عن لبس الفستان الأبيض واتركي هيدا اللون بس لصاحبة العرس. وفي حالة تانية إذا كانوا العرسان هن الثيم تبع العرس طالبين من الناس إنه يلبسوا أبيض، إن كان للرجال يلبسوا بدلات بيضاء ولا النساء يلبسوا فساتين أبيض، فبالتالي هيك حيكون نورمال إنك تلبسي، بس كمان اختاري الفستان المناسب اللي ما يبين كفستان عرس. خلص الفيديو اليوم صبايا، إذا عم تتحضروا للعرس أو بعد ما نقيتوا الفستان اكتبوا لي بالكومنت إذا حابيني كمان ساعدكم، وإذا عندكم أي سؤال أو استفسار بشكل عام عن اختيار فستان الزفاف بشوفكم بالحلقة الجاية.